أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن التحديات التي تواجه العالم العربي ذات طبيعة مركبة ومتداخلة، ولا يمكن مواجهتها سوى بحزمة سياسات تمزج ما بين الاستخدام الفعال للأدوات الاقتصادية والبرامج الاجتماعية جنبا إلى جنب مع الإجراءات السياسية والأمنية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها خلال أعمال الدورة السادسة للمنتدى العربي لتنمية المستدامة 2019 والذي عقد بالعاصمة اللبنانية بيروت. وسدد أبو الغيط أهمية تطوير قطاع الصناعة وعمليات التصنيع باعتبارها من أهم الوسائل فعالية للمساهمة في القضاء على الفقر، كما نوه بأهمية اتخاذ خطوات دولية وإقليمية متقدمة لمكافحة التلوث وتغيير المناخ والتصحر والجفاف، مؤكدا حقا جميع الدول في تنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.